هنروح نتفرج على الماتشات الاول بتاعت كاس مصر الدور التمهيدي الخامس ولا نقول النتائج الاول؟ طيب ناخد النتائج الاول بالنسبه للدور التمهيدي الخامس لبطوله كاس مصر وبعدين هنشوف بعض اللقاءات اللي اتلعبت. النهارده كانت مباراه الانتاج الحربي وبنها 2-1 لصالح الانتاج الحربي. النصر للتعدين بيفوز على غرب سهيل 2-1. طهطه بتفوز على الغردقه 4-2. بترول اسيوط على بني مزار 3-1. شباب مغاغه مركز شباب مغاغه على مركز شباب الشبان المسلمين في اسيوط 3-2. لا ده شبان المسلمين اسيوط اللي كسبوا 3-2 مركز شباب مغاغه. الواسطه النهارده في الديربي بقى مع نادي بني سويف الواسطه كسبوا 3-2 وصعدوا بقى للدور اعتقد دور ال 32 في بطوله كاس مصر. الشمس وفوز على الفيوم 1-0. المريخ بتفوز على نجمه سينا 3-0. مركز شباب ابو صوير 4-3 على نادي النوبه بالسويس. الاولمبي بيفوز على كوم حماده 4-1. فاركو بيخسر من غزل كفر الدوار 7-6 اكيد بضربات الترجيح. غزل كفر الدوار بيعمل مباراه مهمه ومميزه. مبروك طبعا لغزل كفر الدوار فوز على فاركو 7-6 بضربات الترجيح. غزل دمياط وابو كبير 4-1. احنا معانا تقريرين لمباراه الفيوم والشمس والمريخ ونجمة سينا. هنتفرج على أهدافهم دلوقتي ونشوف الماتشين لكن تعالوا نكمل نتائجنا. نجوم المستقبل وفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0. المعادي وفوز على مصر التأمين 7-6. نادي المعادي واليخت عاملين شغل كويس وعندي أنا أصدقائي هناك علي صقر مدرب الفريق وعلي كاشا كان لاعب في مزارع دينا ولاعب مميز جدا وأسمنت السويس وحاليا في نادي المعادي واليخت. مبروك الفوز على مصر التأمين 7-6. المنصورة وفوز على شبان المسلمين بداوي 2-0 لصالح المنصورة. وبلدية المحلة وفوز على سيرس الليان 2-1. الحمام بتفوز على ديكيرنز 3-1. دي نتائج الدور التمهيدي الخامس لبطولة كاس مصر. شباب فاقوس بيعمل مفاجأة كبيرة وبيفوزوا على القناة 5-4 بركلات الترجيح. الصيد بالمحله عاملين يعني الصيد بالمحله عاملين شغل جامد قوي السنه دي. كسبوا الترام 6-0. نتيجه كبيره جدا لصيد المحله وعاملين شغل كويس كمان في الدوري في مجموعتهم اللي هي المجموعه الخامسه. الاقصر وفوز على المدينه المنوره وده ديربي مدينه الاقصر 1-0. لعبت انا في ملعب الاقصر ولعبت في ملعب المدينه المنوره قبل كده. لكن الاقصر بيتفوق 1-0 على المدينه المنوره. والسنبلاوين وفوز على بلقاس 5-3 في بطولة كاس مصر الدور التمهيدي الخامس. نروح نشوف لقاءين، لقاء الفيوم والشمس ولقاء المريخ ونجمة سينا وبعدين نرجع على الفقرة العالمية في كرة كل يوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين على المكسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بشكر اللعيبه على المجهود اللي احنا عملناه. جايين سفر تعبانين بس الحمد لله طبعا على المكسب وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله ونقدر نوصل لحته كويسه في كاس مصر باذن الله. الحمد لله والله انا بعد الفوز دوت للعيبه الرجاله اللي لعبت النهارده بسم الله ما شاء الله. احنا رغم اللي عندنا غيابات كتير بس اللعيبه اللي بره زي اللي جوه وكابتن طه عمل اللي هو عاوز يعمله فاحنا ادينا اللي الكابتن طه عاوزه وانا ببارك للعيبه كلها وبهد الجون دوت للعيبه والخطيبه طبعا. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا
الفوز ده بقى دي لفرقتنا طبعا، وبلعب يعني وربنا يعافي امي اهم حاجه يعني، ربنا يشفي امي يعني، والحمد لله اللي احنا كسبنا. ولازم نعمل حاجه لنادي الشمس، احنا السنه دي مركزين في الدوري اللي احنا نصعد ان شاء الله للممتاز، وفي الكاس باذن الله مركزين اللي احنا نصعد على قد ما نقدر ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله. الحمد لله متشكر لحضرتك. انا بشكر الجهاز الفني وبشكر اداره وعلى مساندتهم لينا، وبشكر اللعيبه كلها على الروح العاليه دي النهارده، والحمد لله المزيد لمزيد يعني ان شاء الله اللي جاي يعني. الله يبارك فيك. والحمد لله والله العظيم ده مجهود، احنا اصلا محملين وكل 3 ايام ماتش، فده تعب، وانت شايف اللعيبه مش قادره والحمد لله، بس الحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده، ربنا وفقنا وضيعنا بيلين، والحظ مش محالفنا، بس الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. الحمد لله النتيجه كويسه وربنا كرمنا وكسبنا رغم الغيابات والاصابات الكتير اللي في الفرقه، بس الحمد لله. وفرقه الفيوم فرقه محترمه، وهارد لك، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي ويكرمنا ويكرمهم ان شاء الله. احنا كنا كويسين قوي بس مفيش توفيق خالص الحمد لله، احنا كنا ضاغطين معظم الماتش، هي هجمه واحده وكره خطا يعني من الحارس، كان متقدم في الكوره وما قدرهاش كويس، بس فجت نزلت في الجون، وهي دي الهجمه اللي راحوا بيها على الجون يا كابتن. ضربه الجزاء بتاعتهم هدرها، واحنا ضيعنا ضربه جزاء وما ركزناش فيها، كان لو كانت جت كنا اتغير الماتش خالص تماما، كنا هنكسب الحمد لله. بس الحمد لله نركز في الدوره يا كابتن ان شاء الله. الحمد لله، بس احنا اغلبيه الماتش احنا كنا مسيطرين، وكان في ايدينا ان احنا نعوض، وضيعنا فرص كتير، وكان اغلب الماتش احنا مستحوذين على الماتش والحمد لله، بس ما كانش فيه توفيق والحمد لله. الحمد لله يعني، وان شاء الله عندنا دوري بننكس فيه عشان نعينا ان شاء الله نصعد، وربنا يسهل ان شاء الله ويبارككم ان شاء الله. بصراحه كان ماتش كويس، وادينا ماتش كويس، وفرقه الشمس فرقه محترمه، عملت ماتش كويس برده. الجون بتاعهم جه كده باي لوك، بس الحمد لله كل شيء. في حاجه بس عايز اقولها يا كابتن سامح، زي ما بننتقد التحكيم النهارده، بصراحه الحكم كان هايل بصراحه يعني، لازم نديله حقه. كنا زي ما انت شايف حضرتك ضربه جزاء ضاعت، مضيعين واحد جون واثنين وثلاثه، ربنا هارد، ربنا يكرمنا وهارد لك لينا، ومبروك الفرقه الثانيه. الحمد لله على كل حاجه، واحنا الحمد لله ادينا ماتش كويس، ومبروك للشمس وهارد لك للفيوم، وان شاء الله احنا مركزين في الدوري على اساس ان احنا ربنا يكرمنا ونخش ترقي ونسعد الحمد لله. اقول الحمد لله، احنا كان كل اللي يهمنا، احنا طبعا كده مش الموضوع، مش موضوع ان احنا هناخد كاس مصر ولا حاجه، بس هو كل اللي يهمنا ان احنا كنا ادينا النهارده بشكل كويس، هي بس كانت المشكله كلها في اللمسه الاخيره جوه ال 18، كنا احنا ممكن ننهي، وصلنا مره واثنين وثلاثه، ان احنا في ايدنا ان احنا كنا نبقى افضل من كده كنتيجه، انما الاداء انا راضي عنه تماما بالنسبه للفرقه، هي المشكله كلها كانت عندي في الثلث الهجومي، بس اللمسه الاخيره هي دي اللي كانت ممكن تغير نتيجه المباراه يعني.
الحمد لله على الفوز النهارده والتأهل ان شاء الله الماتش الجاي، لازم نكسب ان شاء الله عشان الماتش، عشان نوصل دور 32 ونلعب مع الفرق الدوري الممتاز ونثبت نفسنا وبتاع. وفي النهارده امير اوتاكا اول صفقه لنادي المريخ من جاي من نادي القناه، لعب منتخب مصر الشباب وفريق الاول مع القناه، والحمد لله ربنا وفقنا وتعاقدنا معاه وربنا. وفي محمد الملح برده خلصنا معاه برده، لعب الترسانه وكان لاعب ناشئين النادي الاهلي فرويد، خلصنا معاه ومضى وجاب الاستغناء الحمد لله. والحمد لله يعني ربنا يسهل، يعني ممكن يبقى في صفقه كمان وممكن ما يبقاش فيه يعني. الله يبارك فيك. طبعا نادي المريخ نادي كبير، وانا جاي نادي المريخ ان شاء الله هدفنا الصعود، ومفيش غير قدامنا الصعود ان شاء الله، وربنا يكرم. والحمد لله مبروك النهارده فوز المباراه والصعود لدور ال 32، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. الحمد لله من بعد غزل دمياط ما عادش في استهانه، شدد على اللعيبه حتى بعد 2-0 في الاوضه برضه شدتهم، لان الموقف بتاع غزل دمياط ده زي ما انا قلت لك ان الماتش ده صعب جدا بالنسبه لي، ومواقفه كتيره وتعلمنا منه كتير. فالحمد لله بدانا نظبط امورنا، بنريح لعيبه لان عندي ماتش كاس ان شاء الله يوم 4، وعندي الدوري يوم 8. فالحمد لله بنريح بعض، وانا عندي ثقه في اللعبه كلها الحمد لله، من مبدئي من البدايه ان انا عندي ثقه في كل اللعيبه. الحمد لله بحمد ربنا على الفوز النهارده، والحمد لله احنا كسبنا والفرقه كلها لعبه كويسه جدا، ومجلس الاداره مش مخلينا محتاجين حاجه غير ان كابتن ياسين والجهاز الفني بجد جهاز بسم الله ما شاء الله، ناس كويسه جدا وبيتعاملوا معنا يعني بطريقه كويسه جدا وباسلوب محترف، يعني الحمد لله مش مخلينا محتاجين حاجه بس. والحمد لله النهارده المكسب الحمد لله يعني بيدينا دفعه لقدام الحمد لله. وبالنسبه لان انا كنت بعيد وكده، انا كنت مصاب مازه في الانكل بس، وكنت مجبس رجلي، فهو ده اللي خلاني ابعد يعني عن التشكيل الاساسي وكده بس. والناس اللي موجوده اذا كان طه ولا اذا كان فرهود ولا اذا كان سامح ولا اذا كان العجوز، الناس اللي في نص الملعب شغاله كويس قوي والفرقه بتكسب الحمد لله، فبنحمد ربنا على المكسب الحمد لله. لا والله كابتن الحمد لله، ديت مسابقه ودي مسابقه، احنا مركزين في الدوري طبعا الكاس دوت عشان امال دخلنا فيه، لازم ان احنا نركز طبعا، عندنا الماتش الجاي وصلنا الممتاز، كل واحد عايز يظهر نفسه، فكل ماتش بيعدي اللي بعديه اهم، فان شاء الله مركزين في ماتش ابو سوير عشان كمان نخش في الدوري نكون كمان ايه داخلين بدفعه كويسه وبتاع. نحمد ربنا على الفوز بتاع النهارده الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، سعيد باول اهداف الحمد لله مع نادي المريخ في الكاس، والحمد لله كان جون مؤثر يعني الحمد لله، والحمد لله والشكر لله على المكسب في الاول والاخر. الحمد لله كابتن ياسين يعني بيدي الثقه للاعب اللي بره قبل اللي جوه الحمد لله، زي ما انت عارف كده يا ميدو. الحمد لله لسه راجع من اصابه كان انكر رجلي يعني وتر اكيلس، فالحمد لله اللي انا ارجع واشارك مع الفرقه واجيب جون، فالحمد لله ده فضل وشكر من عند ربنا الحمد لله.